السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. معانا النهاردة في مع الفيديو التاني من المحاضرة التاسعة من حل أسئلة امتحان سي سي ان بي راوت تراك أو الكود نمبر بتاعه 300-101. الفيديو اللي فات حلينا الأسئلة بتاعة الأكسس ليست والتربل بي بروتوكولز واستعرضنا الأفكار بتاعة الأكسس ليست والتربل بي. النهاردة بإذن الله تعالى هناخد السي اف والفاست سويتشنج. ممكن نعمل بقى إيه، نضيف حاجة كمان هنا اللي هي البروسيس سويتشنج. الموضوع ده مش عارف ليه يعني قلق طلبة كتير، ومتيجي تشوف الجزئية بتاعت الايه اي حاجة فيها سي اي اف والكلام ده كله. الموضوع ماشي ببساطة متناهية. دلوقتي انا يعني هشرح حتى الموضوع ده باستفاضة وبدقة. انا دلوقتي عندي عامل توبولوجي على جي ان اس 3، حتى يعني انا هعلمك برضو القصه دي وهوريها لك بعينك، تمام؟ عامل توبولوجي على جي ان اس 3 هشرح عليها الموضوع ده. انا دلوقتي عندي راوترين، ده راوتر 1 وده راوتر 2. النتورك ما بينهم 10.0.0.0/30، اوكي. ده بوينت 1، ده بوينت 2، والراوتر 2 متصل بلان، هي مفترض على لوب باك 192.168.2.0/24، والراوتر 1 متصل 192.168.1.0/24، اوكي. القصه هنا ماشيه ازاي؟ طيب عشان نفهم السي اف تعالوا نمسك الموضوع من بدايته، اوكي. مبدئيا دلوقتي يا جماعه بقى نبدا نقول القصه من الاول كده. في حاجه اسمها بتسمى كده الراوتر اركيتكتشر، يعني في بعض حتى المراجع زي سيسكو بريس يسموها لك الراوتر اركيتكتشر. الراوتر اركيتكتشر ده البنيه بتاعته ايه؟ ثلاث اجزاء، تمام؟ ثلاث اجزاء. المانجمنت بلان والكنترول بلان والداتا بلان. طبعا اي حد بقى درس سي ان سكيورتي مفترض يكون عارف السكيما دي والداتا بلان. لو انا عندي جهاز كمبيوتر واصل بالراوتر هنا واخد اي بي 192.168.1.50، اوكي. لو عايز يروح لسيرفر هنا موجود على السيرفر الراوتر الثاني الراوتر 2 192.168.2.100، لو الجهاز ده عايز يروح للسيرفر، تمام، فهيبدا يعمل ار، ياخد الاي بي، ياخد الماك ادرس بتاعت الاي بي بتاعت الراوتر، الراوتر يقوم موديه الراوتر 2 وهكذا. المانجمنت بلان كل ما يختص بعمليات الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن بالدخول الى الكونسول والفي تي واي والاوكسيلري، تمام. لو انا هعمل يوزر نيم وباسورد بحيث ان حد يخش كونسول يكون ليه بريفليج معينه، يكون ليه اوثورايزيشن معين، كذلك في التلنت اعمل مثلا تريبل اي نيو موديل، واعمل اوثرايزيشن اوثنتيكيشن، واعمل اكاونتنج. القصه دي كلها كل ده يتبع للمانجمنت بلان، ان انا بسكيور عمليه المانجمنت اكسس او المانجمنت اكسس او الاكسس، بسكيور الاكسس بتاعي الى ايه؟ الراوتر. طيب الراوتر دلوقتي هياخد باكت، هيستلم باكت، والمفترض هيطلعها لمين؟ لناحيه راوتر 2. مين اللي هيقول للراوتر فرود الباكت مثلا اللي داخله في انترفيس فاست ايثرنت 0/0 طلعها لفاست ايثرنت 0/1. دي بتسمى ال ingress الingress interface، وفاست ايثرنت 0/1 بتسمى ال egress interface، تمام. يعني فاست ايثرنت 0/0 لان داخل فيها الداتا فتسمى بالingress INGRESS، وفاست ايثرنت 0/1 تسمى الايجرس، تسمى بالايجرس، تمام، لان الداتا دي دي فاست ايثرنت اللي هتطلع منها الداتا، اوكي. طب مين اللي هيقول للراوتر بقى؟ مين اللي هيقول للراوتر انت دلوقتي دخل الداتا دخلت في ايجرس انترفيس، وهيقول له بقى خرجها. مين اللي هيقول للراوتر خرجها من الايجرس انترفيس ده بالذات؟ الفاست ايثرنت 0/1 اشمعنى مثلا مش سيريال 0/1؟ بفرض ان هو مثلا وصل على سيريال 0/1 براوتر 3 مثلا، اوكي. مين اللي هيقول للراوتر؟ هنا دي ده دور الكنترول بلان. الراوتر عند مرحله الكنترول بلان بيحدد في حاجه بتحدد له
هتاخد الباكت دلوقتي، انت خدتها اوريدي استلمتها، طيب انت هتطلعها في كذا في الحته الفلانيه. طيب الداتا بلان، الداتا بلان مسؤوله عن الفوروردنج، لان وانس ما الراوتر استلم الامر من شخص ما بان الداتا هتدخل اللي داخله من فاست ترانزيشن زيرو اللي طالعه من السيرفر الجهاز ده وعايزه تروح للسيرفر ده، طلعها. وانس ان هو استلم الامر ان هو طلعها يا راوتر من فاست ترانزيشن، الراوتر هيطلعها تمام، الراوتر كده هيعمل لها فوروردنج تمام. فدي مسؤوليه او الجزئيه بتاعه الداتا بلان. طيب كلام جميل. احنا عندنا بقى في هنختص بدراسه الكنترول بلان والداتا بلان. انا عندي كذا طريقه الراوتر بيتبع بيها اسلوب الفوروردنج، يعني عمليه الانترزكشن التفاعل فيما بين الداتا بلان والكنترول بلان بتتم بثلاث اساليب، بثلاث اساليب. اول حاجه البروسيس سويتشنج. خلي بالكو ان احنا بنتكلم هنا عن الباكت سويتشنج، اوكي. الباكت سويتشنج الراوتر بيقوم بعمليه الباكت سويتشنج في، يعني انا هوريك الثلاث اساليب اللي الراوتر يقدر يعمل بيهم باكت سويتشنج. هتقولي باكت سويتشنج مش دي حاجه خاصه بالسويتش؟ لا يا جماعه، بصوا يا جماعه، فرقوا بين الباكت سويتشنج، ودي عمليه بتحصل في لاير 3، وما بين الفريم سويتشنج، ودي عمليه بتحصل في لاير 2. يعني السويتش بيعمل عمليه ايه؟ فريم سويتشنج، لكن الراوتر بيعمل عمليه باكت سويتشنج، اوكي. طيب انا دلوقتي هوريك البروسيس سويتشنج. البروسيس سويتشنج، اوكي. في البروسيس سويتشنج بصوا انا نقسمها كده، دي المانجمنت، دي الداتا الكنترول بلان، دي الكنترول بلان، وانا عندي هنا الايه الداتا بلان. الداتا بلان، اوكي. انا دلوقتي الراوتر يعني كيان المربعين دول المستطيلين دول هو الراوتر، فهو استلم على فاست ايثرنت 0 سلاش 0، ده الانجرس، والمفترض هيروح للسي بي يو اللي في الكنترول بلان. سي بي يو هو اللي هيقول له فرود الى فاست ايثرنت 0 سلاش 1 تمام. ففي البروسيس سويتشنج السي بي يو هو اللي بيعمل عمليه الديسيجنز. طيب ده كلام جميل، حلو قوي كده. تعال بقى نشوف الطريقه الثانيه، الفاست سويتشنج. الفاست سويتشنج، في الفاست سويتشنج اللي بيحصل بقى ان نفس العمليه بتاعه البروسيس سويتشنج، بس هي ليه فاست، ليه اسرع بكتير جدا، لان الراوتر استلم من فاست ايثرنت 0 لزيرو، اوكي، وبعدين هيروح لايه؟ للسي بي يو. هيروح يستاذن السي بي يو، يقول للسي بي يو من الاخر كده، السي بي يو قول لي بقى ده كنترول بلان وده الداتا بلان. الداتا بلان تمام، هيروح للسي بي يو تمام. السي بي يو هيقول له روح الى مين؟ روح الى فاست ايثرنت 0 سلاش 1، يعني انا هطلع الداتا دي اوت فاست ايثرنت 0 سلاش 1. طيب ده كلام جميل، اول باكت. طب تاني باكت هتعدي؟ مش هتعدي على السي بي يو. ليه؟ لان الراوتر بيبني جدول اسمه الراوت كاش تيبل. الراوت كاش، اهو الراوت كاش تيبل، اوكي. الراوت كاش تيبل اللي هو الجدول ده الراوت كاش تيبل. بيعمل ايه بقى؟ اول ما الراوتر يعمل عمليه الديسيجن بالسي بي يو، يقوم حافظ المعلومات دي يحطها في الراوت، في الراوت كاش تيبل، يحطها في جدول الراوت كاش. وبالتالي ايه الاستفاده؟ ان دلوقتي عندي الجهاز ده الاي بي ده عايز يروح للاي بي ده، فانا عندي المعلومات بتاعتي مثلا الماك الديستنيشن ماك ادرس، ما الراوتر بيستلم هيستلم هيشيل السورس اي بي، هيشيل السورس ماك والديستنيشن ماك، ويحط سورس ماك جديده وديستنيشن ماك جديده، باعتبار ان اللينك ده فاست ايثرنت تمام، او ايثرنت، اوكي. مش شرط فاست ايثرنت بس، يعني حتى لو ايثرنت يعني 10 ميجا بت بير سكند. اني واي فالراوتر هيحط المعلومات بتاعه الفروده دي، مش السي بي يو بقى هنا اللي هيحطها، لا ده السي بي يو خلاص هيقوم سيف المعلومات دي في الراوت كاش تيبل. وبعدين اي باكت ثانيه سبسيكوينت، اي سبسيكوينت باكت تطابق هذه المعلومات، يعني رايحه فعلا من الجهاز ده مثلا للسيرفر ده، هتقوم معديه على الراوت كاش تيبل، هتقوم معديه على الراوت ايه كاش تيبل. فلذلك هم سموها الفاست سويتشنج، اسرع بكتير جدا، لان انا مش بجهد السي بي يو يوتيلايزيشن بتاعتي. طيب كلام جميل، تعالوا بقى نشوف العمليه الطريقه الثالثه اللي هي السيسكو ان سي اف، اللي هي سيسكو تمام اكسبريس فوروردنج. دلوقتي بقى يا جماعه بيتبني في الداتا بلان، في الداتا بلان جدول اسمه ايه اف اي بي،
البتاع صغير قوي بس بنحاول نزنه اهو. الاف اي بي، الاف اي بي تمام كده، فوروردنج انفورميشن بيز، فوروردنج انفورميشن بيز، ده بيكون مجون من جدولين صغيرين يعني، او متفرع لجدولين، جدول الارب تمام، وجدول الراوتنج اللي هو الراوتنج تيبل تمام كده، جدول الارب وجدول الراوتس. اوكي، فبالتالي اي باكت هتروح هتدخل من فاست ترانزيشن لزيرو مثلا، هتروح للاف اي بي، الاف اي بي هيقوم باصص بقى انت دلوقتي عايز تروح لمين، عايز تروح للاي بي، عايز تروح للاي بي ده. اوكي، جدول الراوت بيقول لي لو انت عايز تروح ل 2.0 يا راوتر 1 روح ل 10.0.2. حلو قوي كده. طيب بما ان انا عايز اروح ل 10.0.2 انا معايا الاي بي لكن مش معايا الماك ادرس، فالاف اي بي هيقول لك حسب الارب كاش تيبل يا راوتر 1 الماك ادرس بتاع الراوتر 2 مثلا 2.2.2.2 تمام كده، كوادراتيك 2 يعني اربع اتنينات، وبالتالي كده بقت الباكت معاها السورس اي بي اللي هو جهاز، ديستنيشن اي بي اللي هو سيرفر، معاها السورس ماك اللي هيطلع منه الراوتر فاست ترانزيشن سلاش 1 الديستنيشن ماك، فبالتالي الباكت تقدر تتبعت. ايوه تقدر تتبعت، هتطلع على طول خلاص بقى من ايه، من فاست ايثرنت، الباكت هتطلع من فاست ايثرنت 0/1. فدي الثلاث طرق الراوتر يقدر يفرود بيهم، يعمل عمليه بيهم، يعمل عمليه او يعمل بيهم عمليه الباكت سويتشنج. باي ديفولت الراوتر شغال على السي اف، باي ديفولت الراوتر شغال على السي اف. تعالوا نشوف. طبعا في حاجه بقى انا نسيتها، الاف اي بي، الاف اي بي ده بيبقى فيه بس جدول الراوتس تمام، والراوتر يعني الواحد بس عشان مزنوق في السلايد فاحنا نمسح الكلام ده كله. لا بصوا يا شباب، السي اف بيبني الجدولين، جدولين فرعيين، الاف اي بي والادجنس سي، اهي adjacency adjacency table تمام. فالاف اي بي ده اللي هو خاص بالراوتنج تيبل، والadjacency تيبل ده الخاص بالارب تيبل. طيب ده كلام جميل، وشفنا ازاي بيستعمل ايه الجدولين دول. ده كله بقى شغال بالايه، تحت الايه، السيسكو انهانسد سيسكو اكسبريس فوروردنج سي اف. تعالوا بقى نشوف الايه التوبولوجي دي. انا عندي راوتر 1 وراوتر 2. طبعا لو انا جيت من راوتر 1 عملت بينج على 192.168.1 على راوتر 2 ببينج، اوكي. لو رحت من راوتر 2 عملت بينج على 1.1 اهو ببينج. هو باشمهندس انت جايب التوبولوجي دي ليه؟ يعني انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ تعال اوريك الجدول بيبقى ماشي ازاي. لو انا رحت الفاست الراوتر 1 عملت شو اي بي انترفيس فاست ايثرنت 0/0 لان دي الفاست ايثرنت اللي رايحه من راوتر 1 الى راوتر 2، اوكي. فهدوس انتر. ها بصوا يا شباب، انا قلت لكم السي اف باي ديفولت از انيبلد على كل ايه، على كل راوتر تمام. الفاست سويتشنج اون ذا سيم انترفيس از ديسيبلد، هو شغال بقى بالايه، بالسي اف. اي بي فلو سويتشنج از ديسيبلد، الاي بي الفلو سويتشنج اللي هو البروسيس سويتشنج. بالمناسبه لو انا بقى عايز مثلا اخلي الفاست ترانزيشن لزيرو دي، انا مش عايزها تشتغل ب مش عايزها تشتغل سي اف، انا عايزها مثلا تشتغل بروسيس سويتشنج، فهعمل هنا نو اي بي راوت كاش سي اف. انا كده يعتبر كده لغيت السي اف ان هو يشتغل بالسي اف. لو جيت عملت دو شو اي بي انترفيس فاست ايثرنت 0/0، اوكي. فاست سويتشنج دلوقتي اما انا السي اف اهو از ديسيبلد تمام كده، الفاست سويتشنج از انيبلد، اوكي. لو انا عايز اعمل بقى يعني الفاست سويتشنج از انيبلد، اي بي فاست سويتشنج از انيبلد، وكاتب هنا الاي بي فاست سويتشنج اوف سيم انترفيس از ديسيبلد. طب تعالوا نعمل شو، لا نعمل اي بي راوت كاش، راوت كاش، اوكي. سيم انترفيس، تمام. وبعدين نيجي نعمل شو دو شو اي بي انترفيس بس ايثرنت 0/0، تمام. الفاست سويتشنج هو انيبلد وانيبلد. طيب لو انا بقى عايز اخليه يشتغل على البروسيس سويتشنج، اوكي، انا عايز اخليه يشتغل على البروسيس سويتشنج، بعمل نو اي بي راوت كاش، هلغي الكاشات خالص بقى، ده هيعتمد على السي بي يو بس. دو شو اي بي انترفيس بس ايثرنت 0/0،
فده كده لو انا عايز، انا كده يعتبر شغال على البروسيس سويتشنج، عايز ارجع السي اف تاني. عشان ارجع السي اف هعمل اي بي سي اف من الجلوبال انترفيس، وبعد كده اخش على فاست ايثرنت مثلا 0/0 وهعمل اي بي راوت كاش ارجعها تاني سي اف. اوكي طيب ده كلام جميل. في جدول تاني او امر شو تاني عايزك تشوفه، اللي هو شو اي بي سي اف. تمام اها، ونكبر بقى التيرمينال شويه. يقول لك مثلا ان 10.0.0.0 اي، بصوا يا شباب اي نتورك، اي اي بي نتورك هنا تلاقيه ده اي بي نتورك. اوكي يعني اي حاجه كده جنبها اتاتشد فدي تعتبر نتورك اتاتشد، الراوتر اتاتشد عليها، يعني دي تعتبر نتورك الراوتر متوصل عليها. ريسيف ريسيف تمام، ريسيف يعني مثلا انا عندي 10.0.0.1 اوكي جنبها ايه، جنبها ريسيف، يعني الانترفيس او النكست هاب لو الراوتر مثلا عايز يتم الوصول ليه، جات له باكت، جات له باكت على 10.0.0.1 فهو بي انديكيت ان هو واخد 10.0.0.1 دي في وضعيه ريسيف عنده. تمام لو عايز مثلا 10.0.0.2 يعني هنا ريسيف، يعني 10.0.0.1 هنا ايه ريسيف، ريسيف يعني هو جاهز لاستقبال اي باكت جاي على 10.0.0.1 اللي هو الاي بي بتاع الراوتر 1. اوكي على فاست 0/0 اوكي 10.0.0.2 لو عايز يروح ل 10.0.0.2 يروح ل 10.0.0.2 وهكذا. فده الفرق ما بين الاتاتش والريسيف. الاتاتش دي بيكون جنبها اي بي نتورك، اي بي نتورك الراوتر هنا اتاتشد عليها، وهتلاقي عندك 192.168.0/24 دي اللي هي 10.0.0.2 عشان لو هيروح على 192.168.0 يروح ل 10.0.0.2 وهكذا. ده فيما يخص بقى ايه وضعيه ده جدول الاف اي بي، ده يعتبر جدول اف اي بي. لو عايز اشوف جدول هعمل شو الجدول الارب بقى اللي هو شو ادجيسنسي. اوكي ممكن نعمل سمري اها يعرف جدول. طب ممكن نعمل شو ادجيسنسي اها ديتيل ديتيل. تمام يقول لك فاست ايثرنت 0/0 الادرس الراوتر، راوتر واحد عن طريق فاست ايثرنت 0/0 اتصل ب 10.0.2 و هنا بقى ايه مسيف ده مثلا ده الماك ادرس، ده يعتبر ده الماك ادرس بتاع الاي بي، ده الماك ادرس بتاع الاي بي اللي هو 10.0.0.2. طب تعالوا نتاكد كده لو جينا عملنا على راوتر 2 شو اي بي انترفيس فاست ايثرنت، لا شو انترفيس فاست ايثرنت 0/0 اها اللي هو فعلا اهو سي اي 02 اللي هو اخره 3.8 ده اللي هو ده اهو ده الماك ادرس، ده الماك ادرس. تمام في كمان 2.3.3.0 اهو ده الماك ادرس بتاع الراوتر، ده الماك ادرس بتاع الراوتر 1 ده اكيد، ده الماك ادرس بتاع الراوتر 1 يعني ده السورس، ده الديستنيشن ماك اللي بيودي ال 10.0.2 ده السورس ماك. اوكي لو جيت عملت شو انترفيس باس ايثرنت 0/0 اوكي اها فعلا ده الماك يعتبر ده الماك ادرس بتاع الراوتر. تمام اللي هو من اول هنا ده اللي يعتبر هنا الماك ادرس بتاع الايه بتاع الراوتر. طيب ده كلام جميل. That's all about ال CF والفاست سويتشنج والقصه دي بتاعته. كده بقى احنا جاهزين نخش بقى في الايه في اسئله الامتحان. بصوا يا شباب يقول لك based on the this FIP table، ده جدول بقى ال FIP. تمام which statement is correct. بيقول لك ده الجدول attached دي network directly attached على الراوتر، دي network directly attached على الراوتر. تمام اوكي من النظر كده يعني ايه انا بيقول لك يقدر يروح ل 201 /27 خلي بالكو. تمام اوكي anyway بيقول لك there is no default gateway. المفترض لا في default gateway لان في prefix 4.3.0. لو تعايز تروح لاي network تروح ل 192.168.201 IP address of the router on fast ethernet 201 ده يعني هل الاي بي ادرس بتاع الراوتر ده على فاست ايثرنت يعني هل هو عنده فاست ايثرنت واخد الاي بي ده الراوتر ده
نشوف كده دي في الايه في الريسيف. لا لا لا، لان الراوتر بيقول لك ان دوت 1 ده يرو ده يعني الاي بي ده الراوتر كده تقريبا يا جماعه متصل ب براوتر تاني اللي هو زي عندي في الحاله اللي عندي كان اللي كانت عندي في التوبولوجي راوتر 1 بصص على راوتر 2 تمام، وبيروح لدوت 1 سلاش 32 على 192.168.201.1 اوكي. فلا ده مش الاي بي بتاع الراوتر، الاي بي بتاع الراوتر اللي هو دوت 2، الاي بي بتاع الراوتر اللي هو دوت 2 تمام. فالاختيار التاني مش معايا. The gateway last resort is 192.168.201.1 last resort. فعلا فعلا، لان الراوتر بيقول ده ديفولت ستاتيك راوت، الراوتر بيقول لو انا كاني بقول للراوتر ده الراوتر ده استقبل امر الديفولت ستاتيك راوت، يعني يا راوتر لو انت عايز تروح لاي اي بي انت او باكت جايلك على ingress فاست ايثرنت او انجرس انتربيس رايحه على اي ديستنيشن اي بي انت مش عارفه يا راوتر، وديه على 192.168.201.1. فده فعلا اللاست ريزورت، ده الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. بيقول لك نتورك ادمنستريتور تشيكس ذيس ادجسنسي تيبل اون راوتر واتس بوسيبل كوز وات ذا بوسيبل كوز فور ذا انكمبليت ماركينج. ايه القصه هنا؟ بيقول لك انكمبليت ارب انفورميشن انكوركت اكسس ليست، ايه اللي مسبب اللي هو كاتب ورا او جنب الاي بي ده انكمبليت تمام. دايناميك راوتينج بروتوكول فيلير ولا سيريال لينك كونجستشن؟ هو بصوا يا شباب الانكمبليت يعني كده الراوتر مش معناه اللي هو لسه ما عملش، الانكمبليت دي دي معناها على فكره في الاي او اس يعني دي معناها الانكمبليت ارب انفورميشن، يعني هو الراوتر لسه ما عملش ارب فعرف الفيزيكال ادرس او لاير 2 ادرس بتاع السيريال او بتاع الاي بي ده اوكي. فهو الاختيار الاول تمام. نروح على هنا بيقول لك various employees in the same department report to the network engineer about slowness، بيعانوا من بطء جديد in the network connectivity to the internet، بيعانوا من بطء جديد في الconnection على الانترنت. They are also having latency issues communicating to the network drives for various departments. Open monitoring the engineer finds a traffic flawed in the network. Which option is the problem? Network outage ولا switching loop ولا router configuration issue ولا wrong proxy configured. الراجل لقى ان في flood traffic flood في النتورك تمام. بيقول لك ايه الاوبشن او ايه المشكله الموجوده في المشكله دي تمام. طبعا network outage دي مش معانا لان النتورك اوتج معناه الايه، معناه ان احد عناصر النتورك انفراستراكشر اما الراوتر او السويتش بقى داون، فدي مش معانا. نتورك سويتشنج لوب هي دي الاجابه الصح، يعني دي تعتبر الاجابه الصح. لو كان راوتر كونفيجريشن ايشو، لو كان في مشكله في كونفيجريشن الراوتر كنت هتلاقي مش بيقول يعني ما كانوش هيشتكوا من بطء في الكونكتيفيتي، كان اساسا مش هيطلع عن انترنت تمام. وبعدين اساسا حتى لو افترضنا ان في ايشوز في الكونفيجريشن، في مشاكل في الكونفيجريشن سببت بطء تمام، ولكن هما بيقولوا ان هما برضو مش عارفين يروحوا لبعض السيرفرات او الاجهزه الموجوده في النتورك بتاعتهم، يعني مش عارفين يروحوا لبعض الفيلانز. فهنا قصه مش راوتر، ده مش قصه في سويتش تمام، قصه في السويتشنج انفراستراكشر. بدي الاجابه الصح اللي هي نتورك سويتشنج لوب. How does an iOS router process a packet that should be switched by Cisco forwarding without an FIP تمام؟ by forwarding the packet بيقول لك الراوتر هي بروسس الباكت that should be switched by Cisco CF forwarding without Cisco express forwarding without an FIP entry. كده لا الباكت يعتبر كده هيدروب الباكت، هيدروب الباكت لان هو اذا كان هو ما عندوش FIP entry للباكت الباكت دي تمام، يعني الباكت محتاجه سورس اي بي، عندها سورس معاها سورس اي بي ديستنيشن بي سورس ماك ديستنيشن ماك اوكي. ولكن ان لم يتواجد عنصر الاف اي بي السطر بحيث ان في الاف اي بي بحيث ان الباكت، انتوا تعرفوا يا جماعه الباكت دي القصه دي معناها ان الباكت رايحه على ديستنيشن نتورك، الديستنيشن نتورك دي اساسا الراوتر مش عارف يطلع عليها، يعني الراوتر مش عارف يطلع لها ازاي، فدي دي المشكله هنا. فطبعا الراوتر هيدروب الباكت تمام. Which switching methods used when entries are present in the output of the command show IP cache.
الشو اي بي كاش لوحده ده الفاست سويتشنج، ده الايه الفاست سويتشنج تمام. لذلك انا قلت لكم الكومبريشن، لو انا عايز الغي الفاست سويتشنج اعمل ايه؟ بحيث ان اشغل البروسيس سويتشنج هعمل نو راوت داش كاش، نو راوت داش كاش تمام. طيب ده كلام جميل. او نو لا نو اي بي راوت داش كاش تحت الانترفيس، وبالتالي انا لغيت الانترفيس ان هو يشتغل، لغيت قصه ان هو يشتغل بالباست سويتشنج، وكذلك بالسي اف لو انا جيت عملت نو اي بي راوت داش كاش سي اف تمام. انا اعتبر خلصت، اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.